بالنسبه للمعاناه اللي تنعانيو بزاف بالنسبه داخل الصيدليه، كان من ناحيه الوقت ما عندناش الوقت محدد مثلا كيف ما كاين في مدونات الشغل، لان داك 8 ساعات في النهار عندنا نص ساعه زايده، زائد الاكراهات اللي كنتلقاوها داخل الفرماسي سواء مع المرضى او مع المهم راك عارف اللي كتكون خدام الانسان في الحومه ديالو، راه بزاف الحوايج كيقولوا مطرب الحي لا يطرب. ياك بالنسبه ليا انايا تنطالبوا بتحديد عمل اوقات الفتح واغلاق الصيدليات مثلا داك 8 ساعات ديالنا، يعني تخدم من 9 للوحدة من 3:30 مثلا ل 7:30، لان انا ما كنهضرش على راسي انايا، على المساعدين الصيدليين اللي بعاد مثلا اللي تيكون كيخدم في النار جيس مثلا وساكن في الرصيف او بافتوح، يعني فاش تخرج السيده مع 8 او السيد الطاكسي كتزاد الطوبيس كيوقف ما كيخدمش، وراكم عارفين مدينه فاس ماشي بحال المدن الاخرى شاطئ الى غادي عاد تيخرج الانسان يدور في الزنقه في الليل وهادي وهادي، راكم عارفين داك المعاناه. كنطالبوا بتحديد اوقات العمل في 8 ساعات ديالنا، والاعياد الوطنيه والدينيه هذيك خلاص هذوك راه حدث ولا حرج. انا عندي 23 عام في الخدمه، من دخلت نخدم كنا كنجلسوا مثلا عيد ثروه الملك والشعب، واد الذهب 14، فاتح يناير، فاتح محرم، الاعياد الدينيه كنا كناخذ يومين، دابا كناخذ غير عيد غير نهار العيد الصغير ويومين العيد الكبير، يعني هذه راه ما كافيش. في غياب قانون منظم المهنه اللي حنا كنطالبوا به، يعني كاين خروقات، يعني القطاع كيعتمد على مدونه الشغل اكثر ما كيعتمد على نظام، يعني على واحد النظام اللي هو يكون شويه قانون منظم ولا شي حاجه اللي غتنظم الدوله اللي حنا كنتسناو ان شاء الله يخرج. القطاع كيعاني بزاف د الحوايج، اما كاين التوقيت اللي كنعانيو منه بزاف، لان الصيادله ولاو كيديروا شي توقيت رغم انه يعني قرار ديال التوقيت خصو يكون فتح واغلاق الصيادله خصو يكون بقرار عاملي يعني بالولايه او العامل ديال الاقليم، على حسب الماده 111 من المدن من يعني من 17/4 مع مدونه الادويه والصيدله، وخصو يراعي الماده 184 ديال مدونه الشغل اللي كتحدد السوايع في 44 ساعه في الاسبوع. زايد على هادشي كاين القطاع كيعاني بخروقات بزاف، سواء في الحد الادنى للاجور، كاين في الناس في لاسينيسيس ما بقيداش، كاين يعني ما كيتعوضوش في الحراسه، لان كتعرف القطاع كيعرف واحد الحراسه اللي هي كتكون دوريه، لا بليبار ديال المساعدات ولا المساعدين يعني ما كيتعوضوش في هذه الايام، زائد الايام ديال العيد اللي هنا الناس تجاوزوا عليها، ولاو بعض الاعياد اكثر من خمسه الاعياد كتحيد، ولا الناس كتخدمها يعني هكاك يعني في ضرب يعني ساطع للمدونات الشغل اللي كتحدد الايام الاعياد وهذا. المطالب ديالنا حنا درنا مراسله للولايه والعامل وكنتمناو يستجب لينا، لان بغينا يلتفت لهاد الناس اللي ضحات، يعني كما ضحاو هما السلطات المحليه ولا القوات المساعده ولا الجيش ولا السلطات الداخليه البوليس ولا الاطباء اللي قاصوا في هاد الكوفيد 19، حنا جزء منهم اللي قصينا، غطينا واحد الفراغ اللي كان كبير بزاف، ولكن للاسف كنتجازاو في التالي ان كنلقاو واحد النوع ديال اللامبالاه من السلطات، لان السلطه نورمالمون السلطات هي اللي خاصها تحمي هذه القوانين، كاين مواد في القانون خاص السلطات تحميها، حنا كنراسلوهم لحد الساعه ما كيستجاب، كنسجلوا استجابه ديال الوالي ديال الولايه في فتره ديال كوفيد ديال 9 ساعات ونقصها، وهذه كنشكروا عليها، ولكن المسائل الاخرى مازال ما كنتسناو الاستجابه، ما كاينش شي حاجه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.